شيلي من بالك اشكي، فكري منيح بميانكو بس، اتصلي فيه واحكي لي. عم يطلع لي بكل مكان، بقلبي وبعقلي. انا ما عاد فيني اتحمل اكثر من هيك. انسي قصته وما عاد تفكري فيه ابدا يا اشكي. لازم تفكري بميانكو بس. رح ارجع افكر بميانك خطيب. كلهم بهدلوني وسموني خرابة البيوت، الكل هاني، بس انا عم اهتم فيك اكثر من حالي. كل اللي بيهمني انه ما يسمع حكي بشي عن امه. اكيد اتضايق كثير من اللي صار اليوم، كله من هالحرباية الخبيثة صار لها. لازم روح وقول له انه انا وسونالي ما كنا عم نحكي عن الزواج، ما عم نحكي عن خربان البيوت. بس كمان اذا خبرته باللي قالته سونالي رح يتضايق اكثر. ما فيني اقول له شو عم يصير مع خالتي كمان، ما فيني احكي هاي القصص غير لميان. بس خطيبي ما عنده وقت لإلي ابدا. عم تسألني إلي ليش جبنا الكاهن؟ سأل سونالي ليش راحت تحكي مع إشكي؟ عامل لي حاله زلمة وعم يعيط على أمه. أمي ليش عم تكبري الأمور لهالدرجة؟ حكينا من قبل وخبرتك إنه ما في داعي تجيبي للكاهن. اقتنعتي إنه ما حدا بيقدر يأثر على قرار زواجي من سونو؟ سمعتي شو عم يحكي؟ هالحرباية الفصحونة رح تبعد ابني عني. وفوهشي انت زعمك يا جي تخيلي. يا حبيبتي طولي بالك رح لاقي لك حل، ما بدور. راج انا ماما معاش اللي بكيكي يا امي، بس اسمعيني من دون ما تقطعيني. اوكي شوفي ماما، سونالي ما قالت انه بدنا نعيش لحالنا، وشو ما حكيت ايشكي اكيد ما بيهمني. بس ماما نحن سمعنا جزء من الحكي بس، وما حدا فينا عرف شو كان اساس الحوار. نحن ما بنعرف شو كانت تكملة الحديث، وبما انك تضايقتي كان فينا نرجع البيت ونحكي بالموضوع بهدوء. مو مستاهلة ومو ضروري نعمل من كل قصة صغيرة قضية كبيرة يا أمي، وهذا الشيء ما بيصير. لكي ماما، سواء كانت إشكي عم تحكي مع سونالي عن ترك البيت أو لا، إذا ضليتي هيك عم تعملي الدراما تبعك كل شوي وعم تظلميها لسونالي، وقتها رح أترك البيت عن جد. فبترجاكي وقفي هالمهزلة. راج راج شو عملتي؟ اجيت لساعدك انت سحبتيني ووقعتيني؟ شو مشكلتك؟ انا هيك شو بدي اعمل؟ كل شي فيني غلط بغلط. مشيتي وقعدتي وكلامي وضحكتي واكلي، حتى النفس باخده بطريقة غلط. واذا اعتذرت منك ما رح تسامحني، مشان هيك فيك تعاقبني. يلا بشو بدك تعاقبني؟ ما بدك اجي لهون؟ ماشي امرك. ما بدك يعني شوف سونالي؟ ماشي ما بقى رح شوفها ولا حتى احكي معها. واذا هي بتجي رح بعد عن طريقها، وبعدك اطلع باي تاكسي تبرق من جنبي، المهم ما احكي معها. واذا اتصلت فيني بعدك اني فورا رح اكسر موبايلي شقفتين وكبه، المهم ما اكسر كلمتك، ما رح احكيها مره ثانيه. هي مانا دموع، هي بس مية المسبح عم تحرق لي عيوني شوي. Thank you.
بلا ما يرجع ينتزع مكياجك. خلاص يا روح. عمتي أنا إجيت أعتذر منك بدال إيشكي ويا ريت تقبل. الغلط مو من إيشكي، هاد غلطك أنت. شباب هالأيام صايرين كتير خروق، عطيتوا نسوانكم حرية زيادة عن اللزوم لدرجة فكروا إنه بيقدروا يعملوا اللي بدهم إياه مع بيت حماهم. طبعاً الأم بتفني حالة مشان ابنها، بيقوم الولد بيترك أمه فوراً وبيمشي وبيروح لصف مرته. طبعاً كان فيكن تستنوا لبعد الزواج على القليلة لتصيروا عبيد عند نسوانكن، بس انتو الجيل الجديد تسكتوا للمرأة لدرجة بتوقفوا مع نسوانكن حتى قبل الزواج تضربوا بهالعادة. كل اللي حابب قلك يا عمتي إنه إشكي ما قصده إنه تزعلي. ما بدي اسمع شي، روح من وشي روح. يا عمتي انتي مقامك عالي، وطبعاً حقك إنك تعصبي منا لإشكي، ومن واجبنا إنه نعتذر منك، لهيك بتمنى إنك تقبلي اعتذاري. سمعتي لي بإذنك هالحكي؟ ها؟ ما نو قليل ها؟ هالولد كتير مثقف وفهمان. خليك مثل ما أنت يا ابني ولا تتغير، كرمال ما يصير مع أمك نفسي اللي صار معي تماماً. صار له ما تاكلي هم هالشي، أنا بوعدك رح أعمل مثل ما بدك يا عمتي، بس بترجاكي غيري رأيك وخلي هالعرسين يصيروا سوا. شو قلتي يا عمتي؟ مايانك إشكي هي اللي غلطت، ما ليش أنت اللي عم تعتذر عنا؟ معك حق. رح تخليها تعتذر؟ أنا بوعدك اليوم قبل المساء إشكي رح تعتذر منك. مو بس بدي إياها تعتذر، لازم تثبت لي إن ندمانة كمان. هيك مزبوط؟ ايه يلا يلا زبطي لي مكياجي بسرعة. فريرة مستعد اعمل اي شي يفرق بين سونالي وراش، مو بس هيك رح خلي اشكي تساعدني كمان. خير امي، احكيلي شو اللي شاغل بالك. تفضل، عملتلك زهورات بس تشربيها اكيد رح تهدأ اعصابك. روح اعطيه للست سارلا بلكي بتهدى شوي. أهان ما بدي أحكي مع حدا بالموضوع بنو، بترجاكم إنه تنسوا. على القليلة خبرنا شو صاير معك، شو فيه؟ ما فهمتي شو قالك الولد؟ قالك انسي، مو صعبة، مو ضروري تنزلي فيه بالأسئلة هيك مثل الرشاش. ستي رح أحكي مع الست سارلا. لا ما في داعي، لما الست سارلا بتعصب لازم نبعد عنها. طيب قليلي شو رح نقول لمايانك وخالتي؟ أمي حكيت معهم ولقيت بيتين بمزرعة قريبة جورجاون، نعمل توديعة سونال هني. ما بعرف شو بدي أقول، كل واحد بيحصد اللي زرعه. أنا شرحت لها لسونالي إذا كان عندها حماية مثل سارلا لازم تدير بالها، بس لا كل البنات بيعرفوا مين بيرافقوا، إلا هالبنت بتضل مخدوعة بالناس هيك. إذا ضلت مع خرابة البيوت إشكي رح تندم كتير. بس يلي ما عم أفهمه ليش الست سومان لسه ما فركشت الجازة، كيف متحملتها؟ مو معقولة هالإشكي شو محظوظة. سونو عمي، إذا الحياة كانت عم تعاكسك على طول هاد بيعني شي واحد بس، إنك أنت الغلطان. بقصد إذا كانت كل السيارات عم تزاحمك هاد بيدل على أن سواقتك غلط، وهاد الحكي بينطبق كمان على إشكي. خالتي في بيت ببيو فيهار إله مدخل لحاله وبرندة على قد مصرياتنا. شو عم تعملي؟ عم دور على شقة جديدة للأجر. ليش وأنتي رح تسكني ببيت زوجك؟ شو نسيتي؟ من شان صير روح لعندك بالعطلة رح أعمل أي شيء، بس ما رح خليكي تضلي مع هداك الرجال. ليش معندي؟ مصرة أنك تدمري حياتك؟ إشكي يا بنتي أنتي محظوظة إنه الشاب مثل مايانك وافق يتزوجك، ما عندك حسب ولا نسب ولا أملاك ولا مصاري ولا شيء. خالتي ما بعرف ليش الكل عم يتصرفوا وكأنه أهل العريس فضلوا علينا لأنه نوافقوا على هالجازة. خالتي أنا ومايانك بدنا نتزوج بعض لأنه لقينا حالنا مناسبين لهي العلاقة، فليش لحتى نكون ممنونين وحاسين إنه إلهن فضل علينا؟ إشكي ليش ما عم تفهميني؟
مو بسهولة بتلاقي الشاب المناسب إليك. عن جد؟ والبنات المناح بينباعوا بالجملة صح مو هيك؟ شو؟ لا تنسي إنه أي علاقة منيحة بتجي بصعوبة، الشاب والبنت مثل بعض، هي هيك، هن انخلقوا بنفس الطريقة. ما بدي جادلك كتير، بس حطي ببالك إنه مستقبلك كله رح يتغير بعد ما تتزوجي. لا تروحي هاي الفرصة يا إشكي. صارت مشاكل ومن حسن حظك ما تركتوا بعض لأنك تارك انطباع عنك إنك خرابة بيوت. خالتي عم تحكي عني وكأني بطلع على الحارة وأنا معي بلدوزر مشان خرب البيوت فوق راس سكانة. أنا بعرف إنه مانك هيك يا إشكي، بس هذا هو رأي الكل فيكي هلأ. بس أنا ما بيهمني أبداً رأي العالم كله فيني، يلي بيهمني عن جد هو بس رأيك أنت يا خالتي مو أكتر. أنا كان كل قصدي إنه قدامك مستقبل حلو كتير، بس أنت عم تدمريه بسببي أنا. اللي عم يصير معي يا حبيبتي تعودت عليه من زمان، زوجي بحياته ما رح يتغير وما في شي رح يتصلح. بس يا خالتي كتير منيح إنك إجيت، تفضل. أهلا وسهلا. فينا نحل هالمشكلة بالطريقة البسيطة. إشكي لازم تيجي معي اليوم على بيت عمتي سارلا لحتى تعتذر مني وتطلب منها السماح. بترجاكي اشرحي لها إنه هاي القصة زادت عن حدها كتير، لهيك لازم تيجي معي. عيلتي وعيلة أهان وعيلة عمتي سارلا ثلاثتهم تضايقوا من اللي عملتيه لدرجة ما فيني أوصفها. مو ثلاثة، أربعة. شو؟ عائلات يا ميانك، الواضح نسيت تعد عيلتي معكم. هلأ مو وقت رياضيات يا إشكي، بقى شو؟ تعي معي وفورا. أخي وستي وهالضغط كله ما قالوا أي معنى، لهيك أحكي لك يلا شو صاير؟ أنا ما بدي أحكي بهذا الموضوع، أنا عن جد قلقانة كتير على راش، أما مو حابة تحكي معي. معناها قلقي علي كمان، أختي ما عم ترضى تحكي معي. عم أحكي معك كارتك. عم تحكي معي بس ما عم تحكي لي كل شيء. ما بدي أحكي بالموضوع. عن جد؟ طيب قلي لي شو كنتوا عم تحكوا أنت وإيشكي؟ ليش؟ عم تتعامل معي وكأنك محقق. إذا قلتي لي الحقيقة ساعتها رح نقدر نساعد إيشكي، لأنه العيلتين هلأ ملاحقيننا ومتزاولين منا كتير. مشان هيك أحكي لي من البداية مين اللي إجا وشو بده يقول لمين. كارتك عن جد ماني متذكر أشي، بعتذر بدي أحكي مع راش. شو بدك تحكي؟ لا تكوني بدك تسأليه كم غرفة بالبيت اللي رح تستأجريه. كارتك يلا روح من هون، ستك بدها تحكي مع سونالي. لا أنا ما رح أتحرك من هون، رح يصير في ضغط عاطفي لهيك ماني رايح لمكان. خليك واقف من تم ساكت وخراس واسمع شو بدي أقول. راحت لعند إشكي لحتى تحكي بالطلعة من البيت. ليش ما خبرتينا بهالشي قبل ما تعملوا هالمسرحية؟ ستي معلش تروقي شوي على سونو. كيف بدي روق والست راحت تقول هالشي لإشكي؟ من حسن حظنا إنه الست صار لها سمعت كلام إشكي وبس، ما سمعتك. يعني إشكي وقعت بهالمشكلة بسببك مو؟ منيح إنه هي اللي علقت مو أنتي، نفدتي هالمرة. يعني مانك مهتمة بوضع إشكي؟ ما بيهمني ابنه، لما الموضوع بيتعلق بحفيدتي وشخص تاني ما في ست بالعالم بتترك حفيدتها واقعة بمشكلة وبتهتم بالناس. اسمعي ما لازم حدا أبداً يعرف بهي السيرة، فهمتي عليي؟ إذا عرفت حماتك إنه بدك تسكني لحالك حطي ببالك وقتها ما رح تلاقيني جنبك ولا أهان. واجهي كل المشاكل لحالك وقتها. بشو بدك تعاقبني؟ ما بدك يعني شوف سونالي؟ ماشي ما بقى رح شوفها ولا حتى أحكي معها. ألو شو؟ عم تحكي عن جد؟
عمتي، الوعد اللي وعدتك اياه الصبح اجيت هلا لحتى نفسه. إذا كان بدك ياني إجي على هالبيت مرة تانية يا خالتي، فأنا في عندي شرط واحد. عمتي سارلة مستعدة تنسى كل شيء، بس بالأول إشكي لازم تيجي معي وتطلب السماح منها. روحي يا إشكي، ما يانك مانو غلطان، هو ما بيضرب مثل زوجي وما بيصرخ عليكي. إشكي صدقيني، هو بس عم يحل المشكلة، إذا ما رحتي ما رح يقدر مرة تانية يوقف بصفك. بترجاكي تسمعي كلامي لو بس هالمرة، وإلا كلهم رح يشككوا بتربايتي إلك. بترجاكي كرمالي روحي. لا إيشكي استني. راج أنت لا تتدخل. إيشكي بدك تقولي شي؟ طبعا عمتي. يلي صار غلط والحق علي، أنا السبب بهالمشكلة. بترجاكي كرمالي لا تعاقبي سونالي وعيلتها، أنا إجيت لأعتذر منك اليوم. أهان؟ أنت شو عم تعمل أهان؟ سونا بتضل كنتك، أنت هلأ معصبة، هذا الموضوع بيني وبين عائلتك، فإذا حدا لازم يعتذر فبيكون أنا. أنا آسف كثير، أرجوك يعطي لأختي فرصة تانية. أخي هان، أمي أنت شو عم تعملي؟ لك ابني، الناس بيلمسوا رجلين الكبار من باب الاحترام. إذا صار الاعتذار وبعدها صار لمس الرجلين، وقتها بيبطل الموضوع احترام الكبار، صار اسمه غرور الكبار، وهيك أنت عم ترضي غرورك. راج اسمحي لي أمي، أنا ما بعرف أنت شو بدك تستفيدي إذا أخي أهان قربوا لمس لك رجليكي. حضرتك كل يوم بتحكي عن عادات سونالي انه مو حلوه، وبتتمسخري انت ورفيقتك عادات إشكي اللي ما انا عجبتك. طيب شو مشان عاداتنا نحن؟ من اي نوع نحن؟ لا بترجاكي ما بدنا نكون هيك، من هدول الناس اللي بيرضي غرورهم اذا نسايبهم انحنوا وطلبوا السماح. مو مشكله راجع، انا اجيت بارادتي لهون، وبكل الاحوال اذا كانت كلمه اسف بتنهي المشكله فانا بعتذر. عمتي تعرفي انه بكره يوم الحنه، فرجاءً إنك ترضي الحنة والعرس يصيروا سوا إذا في مجال توافي. رجاءً. إيه يا ابني طبعاً. وإنت ما يانك؟ ليش جبت خطيبتك بإيدك لهون؟ لك إنت ما بتحترم خطيبتك ولا شوي؟ أنا بصراحة. بصراحة شو؟ راج، لو حفلة وداع سونالي صارت بمكان تاني وقتها كانت رح تتضايق هي وعيلتها، وميانك كتير قريب من عائلة سونالي، مشان هيك جابني لهون مشان اعتذر وننهي الموضوع هلأ. ايه؟
بالضبط، هي هي القصة. لا يا إيشكي، أنت هيك عم تسكتي على الغلط. لا يا رج، بالحقيقة أنا اللي غلطت أول شيء، بس أنا ما بتحمل أبداً شوف حدا تاني عم يتعاقب بسببي، خاصة إذا كانت بنت لطيفة مثل سونالي. ما هي ما هي ما هي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.